السلام عليكم. طبعا اليوم راح نبدأ بموضوع جديد في علم الوراثي، وهو دراسة الوراث عند الإنسان. أخص الكتاب هذا القسم لدراسة صفات الإنسان من الناحية الوراثية. نجد عند الإنسان هناك صفات مانديلية، أي تخضع للرجحان التام، وهناك صفات لا مانديلية، نشاهد الرجحان المشترك غالبا، إضافة إلى وجود صفات مرتبطة بالجنس، أي أن مورثاتها تحمل على الصبغ الجنسي X أو على الصبغ الجنسي Y، وهناك صفات متأثرة بالجنس. طبعا نحن رح نتعرف على كل هذه الحالات، ولكن قبل أن نبدأ يمكن أن نشير إلى فكرة كثير أساسية وهامة، أن دراسة الوراثة عند الإنسان تأخرت كثيرا عن باقي الدراسات الوراثية، وذلك بسبب الصعوبات التي تواجهها دراسة الوراثة عند الإنسان. ما هي تلك الصعوبات؟ نذكر منها: أولا، الإنسان هو كائن غير خاضع للتجريب، لا يمكن أن نجرب على الإنسان العمليات الوراثية، تجارب التهجين أو ما شابه. أيضا إلى ذلك أنه لا يمكن عزل سلالات أبوية صافية، لأنه ذلك يتطلب التهجين لعدة أجيال، وهذا الأمر مرفوض قطعيا عند الإنسان. قلة عدد الأفراد في الأسرة الواحدة، فعدد الأولاد عند الإنسان في الأسرة الواحدة غالبا يكون قليل إذا ما قورن بالنتائج الاحتمالية المتوقعة. فيمكن أن نلاحظ في الاحتمالات يمكن أن تظهر أنماط وراثية تعطي أنماطا ظاهرية غير موجودة في الأسرة، تمام؟ إضافة إلى طول عمر الإنسان، الإنسان بيعيش فترات زمنية طويلة، يعني متوسط عمر الخلية البشرية بتراوح بين 60 و80 سنة عالميا. هذا الأمر ليس بالسهل، يمكن أن مثل ما بيقولوا يموت المجرب ولسه الإنسان على قيد الحياة، لم يعطي جيلا ثانيا. لذلك اعتمد العلماء في دراسة الوراثة عند الإنسان طريقة نموذجية سميت بشجرة النسب، أو ما تعرف بالعامية بشجرة العائلة. ما هي شجرة النسب وكيف تستخدم في دراسة الوراثة عند الإنسان؟ قالوا شجرة النسب هي عبارة عن مخطط يبين توارث صفة ما بين أفراد عائلة معينة. إذن أعيد، هي مخطط يبين توارث صفة ما، إذا صفة واحدة، لا يمكن أن ندرس على الشجرة الواحدة أكثر من صفة للتوريث، بين أفراد أسرة معينة. كونها مخطط، إذا نستخدم هنا الرموز، إليكم الرموز المستخدمة في شجرة النسب. نستخدم أهم رمزين، هن رمز الدائرة ورمز المربع. الدائرة دائما تعني أنثى، والمربع يعني ذكر. إذا قمنا بتظليل الرمز مثل ما احنا شايفين هون، عانينا أن الفرد يحمل الإصابة ظاهريا، أنثى مصابة، ذكر مصاب. أما إذا ظللنا نصف الرمز مثل ما احنا شايفين هون، عانينا أن الفرد ناقلا للصفة، وكلمة ناقل للصفة يعني الفرد هجين، تمام؟ يستخدم رمز الخط القصير للدلالة على تزاوج، ونستخدم الأرقام اليونانية القديمة للدلالة على الأجيال. فواحد روماني أو يوناني يعني جيل الآباء، واثنين روماني تعني جيل الأبناء. سننتقل الآن لنتعرف على أول حالات الوراثة عند الإنسان، وهي الصفات المانديلية.
صفات المندلية بين قوسين يعني العلاقة رجحان تام، رجحان تام. ندرس بالوراثة المندلية عند الإنسان مرضين، مرض هنتيكتون وهو من الأمراض العصبية التي تظهر عند البشر بعد سن 40، ومرض المهق أو البرص وهو من الأمراض أيضا المعروفة التي تأتي منذ الولادة فاقد لصباغ الميلانين. الحالتين أمامنا، رح نبدأ طبعا بالمرض الأول وهو مرض هنتيكتون. مرض هنتيكتون يسببه أليل طافر لكنه ماذا؟ راجح. هذا الأليل الطافر الراجح محمول على أحد الصبغيات الجسمية في الشفع الصبغي الرابع. نعلم أن عدد أشفاع الصبغية عند الإنسان 23 شفع، في الشفع الرابع يحمل هذا الأليل، ممكن أن يحمل على أحد الصبغيين ويمكن أن يحمل على صبغيين معا، ويرمز له بالرمز H كبيرة. طبعا نعرف كلياتنا لماذا H كبيرة، لأن الأليل راجح. ماذا يسبب مرض هنتيكتون وما هي أعراضه؟ قال يسبب هذا المرض جعل عصبونات الدماغ حساسة جدا لناقل عصبي يسمى الجلوتامات، وهو من النواقل العصبية المنبهة غالبا. حساسية العصبونات لهذا الناقل العصبي تؤدي إلى تهتك هذه العصبونات، أي تلفها، دمارها، تمام؟ وهذا بالنتيجة يؤدي إلى أعراض أهمها اضطرابات حركية مفاجئة وغير متناسقة، إضافة إلى اضطرابات في الذاكرة. وبرد بأكد مرة ثانية أن تلك الأعراض لا تظهر عند المصاب إلا بعد 40 من العمر. أنتقل معكم الآن لوضع الأنماط الوراثية. طبعا الأفكار هنا بسيطة جدا لأن الرجحان تام، ولكن يجب أن لا ينسى الطالب أن الأليل المسبب للمرض هو الأليل الراجح وليس المتنحي كما تعودنا. الأنماط الوراثية المتوقعة هي إما H كبيرة H كبيرة، أو H كبيرة H صغيرة، أو H صغيرة H صغيرة. H كبيرة H كبيرة مصاب، H كبيرة H صغيرة مصاب لأن الرجحان تام، H صغيرة H صغيرة هو السليم. سندخل مفهوم شجرة النسب بدراسة هذا النوع من الأمراض بمثالنا الموجود أمامنا، بأن لديك شجرة النسب التالية لتوريث مرض هنتيكتون في عائلة ما. إذا قرأنا في شجرة النسب نجد الأبوين، الأم مصابة، الأب سليم، أنجبوا 3 أولاد، الصبي الأول كان سليما، البنت 2 كانت سليمة أيضا، أما الصبي رقم 3 فكان مصاب. ماذا نستنتج من هذه الدراسة الأولية لشجرة النسب؟ الأب كونه بمربع أبيض هو سليم، فهو حصريا H صغيرة H صغيرة. أما الأم فهي مصابة، وكلمة مصابة هي احتمالين، إما H كبيرة H كبيرة أو مصابة H كبيرة H صغيرة. هنا نبحث في الأبناء، نجد في الأبناء هناك حالات سليمة، فظهور الحالات السليمة تدل أن الأم سلالة هجينة، الأم سلالة هجينة، حتى يتوافق التقاء الأليلين المتنحيين، واحد من الأب والثاني من الأم في الأبناء. واضح؟ كيف يمكن أن نتعامل مع شجرة النسب؟ هذا الأمر طبعا بده ينتبه للطالب، في عنا أفكار شوي جديدة عما تعودناه سابقا. أولا الاستنتاج، نستنتج
من الأبناء واحد واثنين أن الأم هجينة. لو ما كانت هجينة كان جميع الأبناء مصابين. النمط الظاهر للأبوين: أم مصابة ضرب الأب سليم. النمط الوراثي: الأم مصابة لكنها هجينة، اتش كبيرة اتش صغيرة ضرب الأب سليم، اتش صغيرة اتش صغيرة. الأعراض: نص اتش كبيرة زائد نص اتش صغيرة ضرب واحد على واحد اتش صغيرة. الأبناء: نص اتش كبيرة اتش صغيرة زائد نص اتش صغيرة اتش صغيرة. ظاهريا نصف الأبناء سليمين والنصف الآخر مصاب. هون منضيف فقرة اسم الأولاد، وهي أولاد العائلة ونسبهم إلى أنماط الوراثية. وراثيا حصلنا على احتمالين فقط: احتمال سليمين واحتمال مصابين. الابن واحد والبنت اثنين سليمين، ليس لهم إلا احتمال واحد هو اتش صغيرة اتش صغيرة، لذلك نكتب الأبناء واحد واثنين. بينما المصابين هو الابن ثلاثة فيكتب في الحقل الابن ثلاثة. الاستنتاج والأولاد هي من الأفكار الجديدة التي أضيفت إلى حل مسائل الوراثة، وطبعا بعلامات أو بأجزاء من علامات المسألة الوراثية، لذلك يجب الانتباه لها، لا يتجاهل الطالب هذه الأفكار. سأنتقل الآن إلى شجرة نسب جديدة